الصدمة كبيرة بقرار وزارة التربية بتحديد موعد امتحانات نصف السنة يوم 20 من الشهر الجاري، وما هي إلا أيام تفصل الطلبة عن قاعات الامتحان. لكن السؤال المحير، هل هذا الوقت كافي لأداء الامتحان والاستعداد له؟ يعني أمر كلش مستعجل، مفروض يعلونه قبل شهر أو قبل أسبوعين على مود نستعد ونراجع المواد، والمواد كلش هواي وماكو ملخص للمواد، يعني حصرونا كلش. هو قرار مفاجئ بالنسبة، يعني الطلبة صدمة بصراحة، يعني غير الطالب متهيئ محضر دروس مكمل المادة الواجبات، على قولتهم الكورس حافظ الكورس، يعني تعال مفاجئ ما متهيئ، شلون يعني راح يجيب نتيجة؟ أولياء الأمور اعتبروا القرار مستعجل وغير مدروس، كونه سيربك أبنائهم الطلبة ويمنعهم من تحقيق درجات متقدمة في الامتحانات. طالب من وزارة التربية دراسة قراراتها دراسة مستفيضة، والله الله بالطلاب، لأنه أصبح المستوى التعليمي في العراق في مستوى لا يحسد عليه. والله إحنا نطالب يا أما بتأجيل الامتحانات الفترة على الأقل تهيئ الطالب لها للدراسة، أو مثلا تبقى الامتحانات الإلكترونية. موعد الامتحانات يصادف يوم حظر شامل واليوم الآخر عطلة رسمية، فهذا يجعل الجميع في حيرة أمام هكذا قرار غريب وسريع. لقناة الفرات، معتز الحبيب، البصرة.